تأمل معي هذه الحشرة العجيبة جدا تعيش على شعرة الإنسان لها هذه المخالب انظر كيف تتعلق بشعرة الإنسان زودها الله بمخالب مناسبة لشعرة الإنسان حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اليوم سنتامل هذه الحشره التي يصعب رؤيتها بالعين المجرده كيف تتكاثر لماذا هذه القوه لماذا هذه المخالب لماذا تضع بيوضها بماده لاصقه بحيث يصعب ازالتها من شعر الراس سبحان الله انظر اخي الحبيب هذا هو الشعر والشعره هنا دقيقه جدا عندما نقوم بتكبيرها انظر هذه هي قملة الراس سبحان الله مخلوق بسيط جدا نظنه مخلوق تافه ولكن حقيقة هذا المخلوق قوي جدا يتغلب على كل انواع الادويه يتغلب على ظروف المناخ والطقس يتغلب على الظروف الصعبه هذه القملة تعيش تتكاثر تضع البيوض وتفقس حتى في اصعب الظروف سبحان الله ما سر هذه الحشره عندما كبر العلماء هذه الحشره انظر اخي الحبيب وهذه طبعا شعره من شعرات الراس شعرات راس الانسان انظر هنا عندما تقوم بتمشيط هذا الشعر ولكن بمشط خاص اسنانه متقاربه جدا فان هذه القملة تعلق هنا انظر معي تعلق هنا على بين اسنان هذا المشط وبالتالي هذه طريقه مناسبه وبخاصه للاطفال لتخليصهم من هذه الحشره بسهوله ان يتم التمشيط بشكل متكرر طبعا هنا ايها الاحبه يعجب العلماء من هذه الحشرة، كيف تستطيع ان تتمسك بشعرة واحدة؟ مع العلم ان قطر الشعرة دقيق جدا، الشعرة دقيقة جدا، هذه الحشرة مصممة لتعيش على رأس الانسان، سبحان الله انظر معي، هذ هذه الأجهزة العجيبة هنا لديها.. كل الاجهزه الموجوده في الكائن الحي في هذا الحيز الدقيق الذي هو جزء من المليمتر لا نراه بالعين يصعب رؤيته بالعين على الرغم من ذلك هي تمتلك الارجل تمتلك جهاز عصبي تمتلك قدره على المناوره على التكاثر على ان تتغذى وتطرح الفضلات لديها كل قدرات الكائن البشري سبحان الله انظر معي هذا الكائن الذي ولديها ايضا قرون استشعار تستشعر الخطر وتتحرك وتتنقل وتناور سبحان الله مع انها بطيئه جدا يعني انظر لتصميم هذا المخلب هذا المخلب انظر اخي الحبيب هنا تتمسك بمخالبها في شعره الانسان هذه هي الشعره وهذا هو المخلب مناسب جدا لحجم أو لقطر شعرة الرأس سبحان الله يعني الله يريد أن يرينا عجائب خلقه انظر هذا المخلوق الذي لا يرى عندما نكبره مئات المرات انظر كيف يظهر تحت المجهر يعني دقة في الصناعة انظر إلى هذه المخالب كيف تمسك بهذه الشعرة الدقيقة. يعني تصميم عجيب جدا سبحان الله. لماذا خلق الله مثل هذه الاشياء في الطبيعة؟ ليقول لك ايها الانسان انظر ان هذا الكون لم ياتي عبثا، لم يتطور عبثا، لم يخلق بشكل عشوائي بل هناك منظم عليم حكيم خلق هذه الكائنات ورزقها. وجعلها جزء جزءا مهما من النظام من التوازن البيئي، النظام المتعلق بالتوازن البيئي، انظر هنا كيف تنتقل بسرعه على هذه الشعر على شعر, شعر الراس، طبعا هنا تستطيع ان تنتقل من شعر طفل لشعر لشعر اخر عندما يعني يقتربان جدا من بعضهما، يعني لديها قدره على الانتقال ولكن لا تستطيع ان تعيش منفرده تموت بعد عده ساعات او عده ايام تحتاج الى شعر لتتغذى عليه صممت للعيش على شعر الانسان سبحان الله مع العلم ان هناك انواع كثيره منها لمخلوقات متعدده تعيش ايضا على شعر الحيوانات والكائنات الحيه الاخرى سبحان الله بطريقه عجيبه جدا. انظر معي اخي الحبيب الى هذه الارجل والكماشات التي لديها وكيف تنتقل من شعره الى شعره بسرعه وبمرونه وتستطيع ان تناور انظر هنا انظر كيف تتمسك بهذه هذه شعره هنا وهذه هي قملة الراس سبحان الله. او قمل الشعر الراس الخاص بالانسان هنا القرود او الغوريلا هذه سبحان الله لديها نوع اخر من القمل هذا هو شكله مختلف يناسب شعر الغوريلا لان شعر الغوريلا سميك <applause> يعني سبحان الله انظر الى تصميم ابداعي في الكون الطيور هذه لها شكل ايضا مختلف هذا هو طويله تختبئ بين ريش الطائر انظر كم هي طويله هذه هي قمل قمله خاصه بريش الطائر سبحان الله وهناك انواع على الطيور ايضا وهناك يعني انواع كثيره جدا منها في الطبيعه سبحان الله، طيب من الذي اعطاها هذا التصميم؟ من الذي خلقها جميعا؟ لابد ان هناك خالق منظم، عليم، حكيم، دقيق جدا في صناعته سبحانه وتعالى وليس عشوائي. بديع السماوات والارض سبحانه وتعالى. هنا هذه القملة تضع بيضة على طبعا هي تضع العديد من البيوض كل يوم. ولكن لو تركت البيضه هكذا ستموت تضع لها ماده لاصقه هنا انظر اخي الحبيب هذه هذه البيضه وهذه ماده لاصقه مثل الغراء تمسك بال بالشعره وتعلق بها ويصعب ازالتها لتضمن لابنائها او لذريتها ان يعيشوا ويتكاثر وهذا هو السر قدرة هذا المخلوق على التكاثر سبحان الله انظر معي يعني سبحان المبدع كم كم هذه الحشره لديها تقنيات لديها اسرار للعيش على شعر الراس ولديها قدره على الاختباء قدره على التخفي قدره على التكاثر قدره على التغذي انظر الى هذه المخالب هنا اخي الحبيب لابد انا ان اتساءل معك الان لماذا خلق هذه المخلوقات سبحانه وتعالى؟ هذه مخلوقات خلقت قبل مئات الملايين من السنين قبل مئات الملايين موجوده في ارضنا وتتكاثر وتعيش الهدف ان الله عز وجل خلق هذه الارض كمنظومه متكامله منظومه متكامله لا تستطيع ان تخفي حتى البعوض اذا اختفى سيسبب مشاكل في التوازن البيئي الارانب اذا اختفت من الطبيعه ستسبب مشاكل في التوازن القطط اذا اختفت وتحدثنا عن ذلك ستحدث مشكله في التوازن البيئي فكل مخلوق له مهمه وعمل سواء علمنا ام لم نعلم ولكن الهدف الاول ان الله يريد ان يريك قدرته ودقته في صناعه الكائنات. يريد ان يريك ان هذا الكون لم ياتي عبثا، لان الطبيعه لا يمكن ان تصمم حشره بمخالب بابعاد محدده تناسب شعر الانسان بالذات، لا يمكن. الشيء الثاني عندما نتأمل قول الله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء عندما نتأمل قول الله عز وجل هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه الإنسان عاجز أن يخلق هذه الحشرة الصغيرة وهناك آية في القرآن إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فما فوقها في الصغر اي فما أصغر منها هذه أصغر من البعوضة وهذا مثال يمكن أن يضربه الله سبحانه وتعالى ويتحدى به البشر أن يخلقوا قملة رأس حشرة صغيرة جدا لا يستطيعون إذا هنا يظهر ضعفنا وعجزنا نحن البشر أمام خلق الله سبحانه وتعالى الذي قال هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته